دعني في البداية أقدم خالص التعازي لأسرة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك. هو رب الأسرة المصرية، هو القائد الفارس النبيل، وعلم ومنح هذا البلد الكثير والكثير والحمد لله رب العالمين. هو أيضا الحكيم. اليوم أنا حضرت جنازة محمد علاء، لم أرى في حياتي جنازة عليها هذه السكينة. صحيح صحيح. وهذه الروحانية صحيح التي كانت على جنازة محمد. شيء عجيب وغريب. احنا دايما عندما نوجد في هذه الحياة الدنيا نوجد ولا نعرف أشقي أنا أم سعيد. صحيح. أشقي أنت أم سعيد، لا نعرف. أنه قد كشف لنا في حياتنا الدنيا أن هذا الولد من أهل الجنة. دي أول حاجة، دي أول حاجة، ولد ده من أهل الجنة. لكنه كشف لي عن شيء آخر أنا لا أغفل عنه، رأيته بعيني رأسي في جنازة، وفهمته في جنازة محمد علاء النهاردة. وهو الله، ما هذه السكينة والروحانية الحادثة في هذا مع الطفولة؟ إذن فهذا كشف من عند الله لنا يقول أن محمد من أهل الجنة. الأشد من هذا، لأن حضرتك بتقول ده نمرة واحد، ده الأشد من هذا لعلاء مبارك ولحرمه أم محمد أنه يأخذ بيدهما إلى الجنة. خلاص انتهى الأمر. يعني الإنسان يعيش في حياته، يخطئ، يصيب، يفعل الخير، يفعل بعض التقصير، ما فيش مانع، ولكن دي خلاص ضمنت الجنة. أنا فهمت هذا اليوم في جنازة محمد. أنا أقول لعائلة الرئيس وللرئيس وللسيد علاء ولزوجته أم هذا الطفل الملك، الملاك، أقول لهم لقد كاشف الله لنا في الدنيا أن هذا الطفل من أهل الجنة، وأنه يأخذ أبويه إلى الجنة.